يبان هو يعني واش اللي بغى يبان ودوز عندك انت صافي. سير دو انا نبدا ندوي معاك، انا نبدا نقول لك، انا نبدا نقول لك كيف تقول انا نبدا نقول لك. مشاهدين قناة شوف تي في، انا ومرحبا بكم في الدبت المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء بالضبط مدينة قديمة، يعني مع الوداديين هنا معنا ودادي اللي غيتكلم لينا على مباراة الأمس اللي هو كاعي على العطاء اللي طلعت الوداد البارح بحكم أن خسرت المقابلة ديال دور المجموعات، يعني هذه مدة 8 سنوات متتالية عمرها خسرت في دور المجموعات في بلادها، والبارح كانت أول خسارة، يعني خليكم مع الوداد المشجع الوداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا حنا الوداد البارح ما فهمناش علاش خسرات، واش هذا الشيء أثر عليهم الفينال اللي فات؟ ولا الارضيه ما مناسبهمش ولا واش خرجوا من دونورش اثروا؟ ما فهمناش السببات علاش خسروا البارح، واش نحملوا المسؤوليه المدرب ولا الرئيس؟ ما فهمناش. فهمناش تشوف الوليد البيضاء ولا شاد الاونه الاخيره ولا واحد الحاله متدهوره في فرقه الميدان، واش هذا الشيء سبب اللعابه ولا المدرب ولا طاقم تقني ولا مسيرين؟ هذا الشيء بسبب الرئيس، ما كاينش افا سونتر، افا سونتر والو لا طاك ميش الشرقي البحري حشومه يلعب في الوداد هو سامبو. أجيب واحد، راه تجيب واحد كيلعب في مدينة قديمة في الأحياء الشعبية غيلعب أحسن منه، حشومة يلعب هذاك في الوداد أصاحبي، بغينا حنا شي رأس حربة مزيان، شي ديفونس مزيان، شي اللي بغينا. الرأي ديالك في المدرب ديال الوداد البيضاوي؟ مدرب حنا راه غاديين معاه كما دار، راه غاديين معاه، هو مدرب مزيان كما بدينا معاه في الأول كنشجعوه غنبقاو نشجعوه حتى لآخر لحظة، وبغينا إن شاء الله رأس حربة وديفونس هادشي اللي بغينا كنطلبوا من النصير. يعني كنشوفوا بيقول الوداد البيضاوي ولا شي خسر بزاف الألقاب مؤخرا. يعني شي واش هيك هذا الشيء هو السبب الرئيسي باش خسرت البارح ولكن عوامل اخرى؟ هذاك الشيء راه ما تعرفش واش كاين شنو كاين داخل الفريق، ما تفهمش شنو كاين بيناتهم، واش كيوقع واش حنا بعدا كنطالبوا براس حربه هو المهم، ما كاينش راس حربه والو، اهداف ما كيتسجلوش، لاعب في تيرانكم وما مسجلش هدف، فرقه تاسست في 2015 وما 2014 حشومه كاع. يعني هادشي ما كيشرفش الوداد البيضاء والكاين اللي الوداد البيضاء كيشرفش في الكره المغربيه كاع، فرقه كبيره بحال الوداد صاحبي ما عندهمش هذا سونتر مدخلين الفلوس الملايين الملاير صاحبي، والناصر ما بغاش يتحرك كيجيب لك لعاب ليبر لعاب مسالي العقد ديالو كيجيبوا لك فابور، جيب لنا شي مهاجم سوبر اللي نعرفوا واش كاين ولا لا، جيب لنا الشرقي البحري سامبو راه والو هذاك الشيء والو. بعد تولي الخساره وتولي فقدان الالقاب وضعف في المستوى، من انت كوداد ما كتحمل المسؤوليه؟ نحملوا الرئيس، انا كنحمل الرئيس هذه المسؤوليه، حيت ما يمكنش تدخل فلوس بزاف وما تجيبش لعابه سوبر، لو بغيتي الالقاب خاصك تجيب لعابه مزيانين، خاصك تخسر الفلوس، انت ما كتخسرش الفلوس وباغي الالقاب ما يمكنش. ما يمكنش تخسر تجيب ما تخسر والو وما تجيبش الالقاب، خاصك تخسر الفلوس، انت صاحبي مشيتي للفينال خاسر الفلوس لعيبات، جيب شي افا سونتر مزيان، جيب شي افا سونتر مزيان وديفونس، هادشي اللي كنطلبوا منه حنايا، والرئيس خاصو يفيق معانا ولا يمشي يعطينا التيسع حتى هو كما درنا الاكرم. خاصو يفيق معانا الرئيس، حنا راه معاه في السراء والضراء ولكن خاصو يفيق، خاصنا مهاجم سوبر، خاصنا مهاجم سوبر، حنا راه كاعين بزاف، خاصنا مهاجم سوبر وشي ديفونس مزيان، هادشي اللي خاصنا، واللعابة يفيقوا شوية راه نعسو بانوا ليا بزاف. أنا كنشوفوا باللي جمهور الوداد البيضاوي في كل كل لقب كيفقدوه كيبقى الدعم للاعبين، البارح شفنا واحد الكعية كبيرة من جمهور الوينرز للاعبين، باش كتفسر هادشي؟ وراه أنت غادي مدينة أخرى وغادي تشجع فريقك وما عندك حتى درهم، مدبر على الفلوس بزاف محضرة. خاصك ضروري تشوف فرقتك كتربع باش تنسيك داك الهموم، انت غادي كعيا على كعيا على كعيا راه ضروري غيكعاون الجمهور، وراه داكشي اللي داروا الجمهور راه هو اللي خاصو يدار، خاص اللعابه يفيقوا شويه. انت كوداد اللي سيرتك اللعابه ديال الوداد؟ فيقوا معانا وكونوا رجاله في هاد الماتشات اللي جايين، حنا راه معاكم في السراء والضراء وبغينا النصيري هو اللي بغيناه، حنا كنحملوا المسؤوليه النصيري، يفيق شويه يجيب اللعابه السي رمزي، رمزي راه ما طلب والو طالب اللعابه تاو، جيب لنا اللعابه سوبر وصافي. هادشي اللي بغينا ما تجيبش اللعابه ديال الهوات. يعني الباح النفسي ديالك فاش خسرت فيهم اول مقابله الوداد فاش خسرت فيها اللعب، يعني كنعرفوا باللي 8 سنين اول مقابله الوداد كتربح في العصبه، هذا العام دخل العصبه بخساره، شنو النفسيه ديالك انت وشنو التوقع ديالك لماتش ديال الوداد في البطوله في العصبه؟ وحنا اصحابنا حنا غادي الوداد جايين على طموح باش الفوز، لا جايين هما نيه على الفوز، حتى كنتفاجئوا بخساره فرقه ضد فريق ما كاينش كاع فريق ما يلعبش الكره كاع، خاسرين معاهم حشومه هادشي كاع. بغينا اللعابه يفيقوا هادشي اللي بغينا هنا نطلبوا من اللعابه يفيقوا. يعني الخساره هذه في الملعب ديال الوداد واش غتكون واحد ديبار مزيان للوداد في الباركور ديال العصبه ولا غيكون واحد واحد الضربه اللي قويه تقدر تحطم الوداد؟ واش اللي بغينا حنايا، حنا من الخساره جات في دور المجموعات في الماتش الاول راه تقدر تدوز هانيه، تشوف الماتشات اللي جايين تقدر يعلموك درس، تقدر تريكوبيري، تقدر يعلموك درس لتولي اقوى اقوى حسن. لو ما تخسر ماتش في البدايه ولا تخسر ماتش مصيري في الفينال ولا شي حاجه ودوم الفينال، وحنا كنتمنوا منهم يعطيونا وحنا معاهم في يديه ديما وداد ديما وداد ديما وداد. تعود المدينه قديمه ديود المدينه قديمه مع الوداد البيضاء ضروري.
حتى واش كان مشعل ولا البيضاوي يعني كانش بيدكش بيدك بزاف الحوايج ولا شنو تبغي؟ نعطينا قال الفرصه الدراري اللي كيلعبوا نعطيهم فرصه انايا الدراري بزاف تلقاهم في الاحياء في المدينه القديمه راه تجي تلقى الدراري بزاف كيلعبوا كوره مزيانه نعطيهم فرصه انايا ما نبقاش نجيب لعابه من الهواج فهمناش النصائح هاد اللعيبه بالنسبه لطريقه اللعب اللي لعبت في الوداد البارح واش كتشرف القميص من البيضاوي ولا كان هناك ضغوط اخرى؟ كانت نرفازه بيناتهم بانت لي الانانيه بيناتهم كيلعبوا على الكره العرضيه كره فرد والو ما لعبوهاش كاع واش شي كنتمنوا منهم حنا عطاونا الفوز صافي يعني باش نعرفوا باللي الواحد في الماتش خرجنا في الماتش كاملين كنعرفوا باللي لولا الخطا اللي ارتكب حيمود ما غيماركوش الفريق جالاكسي ولكن شنو نسات انت حيمود بعد الخطا اللي دار حيمود حنا راه معاه كما حنا مع اللعابه كاملين حنا راه معاه كما حنا معاه في البداية في السراء خف الضراء حنا معاه ما فهمناش البارح واش كانت نرفازه بيناتو وبين اللعابه علاش رجع كره ونتمنوا منه الفريق حتى هو ويعطي الماتش الجايين الفريق شويه ونتمنوا المدرب يعطي الاسماء اللي في الاحتياط عطاهم فرصه هادشي اللي كنتمنوا حنا ياخذ كل واحد فرصه ديالو لساتك العادي رمزي اخر العادي رمزي رمزي حنا معاك في الصراء والضراء كما مع كلشي غادي اللعيبه غادي كنقولها ديما حنا معاهم كاملين الصراء والضراء كنتمنى منه يعطينا الكاشير يعطينا اللعاب الكاشير يحفزهم ديما ودا خليك واقع دن مشاهدي الكرام كيمشوا معنا باللي حسب التعليقات ديالكم لهذا الودادي هذا يعني ولد المدينه القديمه لخص كل شيء ولخص كل شيء طال الوداد البيضاوي يعني ونتمنى لهم الخير يعني هو غاضب على الحاله اللي كاين فيها هذه حاجه عاديه كانه ودادي كاين على الفريق اذا وصلنا لنهايه البث ديالنا شكرا حسن المتابعه ديالكم الى اللقاء.